ابني؟ ما بيصير هيك؟ زعلان من وقت ما اجيت؟ ابتسم لك شوي. كذبت علي، قلت لي رح تاخذني عند امي، هيك وعدتني. انا ما بدي امي هاي. يوسف بكره بتتعود، هي مانا امك، هي عمتك. هي امك. اجيب لي امي لعندي. ما فيها تجي، ماتت. لكن انا بدي امي اللي هي عمتي. ما فيها تجي. شو لكن؟ من اليوم امك هي هي. لا بس هي ما بتحبني ابدا. ليش عم بتقول هيك؟ هي بتحبك كثير. بس بابا انا ما حبيتها ابدا، انا بحبها لعمتي وبس. العشاء جاهز، خلينا ناكل. بدي توعدني لا تحكي عن امك هيك مره تانيه، عيب. تمام، تعال معي، خلينا نروح هلا، يلا لعند امك الجديده. رح اشرب مي. اعطيني انا كمان اشرب. يوسف قلي شوفي، انت امتى اجيت؟ من شي اسبوع. بس انا رح ارجع، امي عم تستناني. امك ماتت يا يوسف مو هيك؟ امي لانه قالت لي امك هلا بالمقبره، اسمها فاطمه. خد هاي. شكرا، خلينا نروح. يلا 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 يلا. أمي، أمي حبيبتي، أنا يوسف بكون ابنك، إجيت مشان زورك، كبرت وصرت رجال، وأنا منيح يا أمي، بس أنا عندي مشكلة صغيرة حبيبتي. أنا هلأ بدي أعيش مع عمتي، مع عمتي اللي بحسها بتشبهك، بس بابا ما عم يرضى يخليني. بدي منك تقولي لبابا يخليني عنده مثل ما قال لي ووعدني. امي عمتي بتحبني مثل ما انت بتحبيني، بتحبني كتير. يا ترى معقول تكون عمتي هي امي؟ افهمت افهمت حبيبتي. ليكك لقيت قبر امك. أمي يلا خلينا نروح على البيت. أمي أنا شفتها لأمي، وأمي كمان بدها ياني روح لعند عمتي، هلا قالت لي روح. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.